السلام عليكم وتحية لكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج في المنتصف. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن قواته بدأت تطرد القوات الأوكرانية المتوغلة منذ أسابيع في منطقة كورسك غربي البلاد، في حين قالت كييف إن قواتها صدت هجمات روسية في دونيتسك شرقي أوكرانيا. أضاف بوتين في كلمة ألقاها خلال منتدى الشرق الاقتصادي، قال إن الجيش الروسي يطرد القوات الأوكرانية من كورسك تدريجيا، وتابع أن التوغل الأوكراني لم ينجح في إبطاء تقدم قواته بمنطقة الدنباس شرقي أوكرانيا، بل أدى إلى إضعاف دفاعات كييف وأتاح للقوات الروسية تسريع الهجوم في منطقة الدنباس التي تضم مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك، وتسيطر روسيا على أجزاء كبيرة منهما. كما قال الرئيس الروسي أن قواته نجحت في التقدم نحو مدينة بوكروفيرسك شرقية أوكرانيا كذلك، اعتبر أنه لا يمكن احتواء هجومها بهذه الجبهة، مجددا إصراره على السيطرة على منطقة الدنباس كلها. فيما طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الجمعة بالمزيد من الأسلحة من الدول الحليفة المجتمعة في ألمانيا، وذلك من أجل صد القوات الروسية في الأراضي الأوكرانية خاصة في دونيتسك شرقي البلاد. مشاهدينا الكرام، حول تطورات المشهد الروسي الأوكراني أرحب بضيفي ينضم إلينا عبر سكايب السيد عبد الرحمن الشامي، مدير تحرير موقع أوكرانيا بريس. سيد عبد الرحمن، تحية لك. أهلا وسهلا بكم السادة المشاهدين. أهلا بك. كيف تقرأ تطورات الوضع في كورسك على ضوء ما تحدث به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قال إن قواته بدأت تطرد القوات الأوكرانية من محور هذه المدينة؟ يعني كالعادة هي نفس المشكلة التي تتمتع بها القوى الدكتاتورية، هي أنه لا تملك جنرالات على الأرض، تملك خلينا نقول الشجاعة الكاملة لتنقل الوضع للدكتاتور كما هو. يعني كما كان بوتين يحدثنا على أن العملية العسكرية تقوم حسب ما خطط لها أول شهرين ثلاثة، عندما كانت على الأرض القوات الأوكرانية توقف التقدم الروسي، ومن ثم تم طرد القوات الروسية بشكل كامل من شمال أوكرانيا. بنفس الوقت الذي كان بوتين يحدثنا على أن العملية العسكرية تحقق أهدافها وتستمر بدون أي مشاكل. يعني فإن الوضع، أنا لا أقول أن هذا الوضع هو نفسه بالضبط هنا، ولكن القوات الأوكرانية حققت خلينا نقول المرحلة الأولى من التقدم الطولي وبدأت الآن بالتقدم العرضي. فالقوات الجنرالات الروسية يستغلون أنه الهجوم الطولي وصل خلينا نقول إلى حد قريب من الحد الأقصى، ليقولون له أن نحن سيطرنا على الوضع. وطبيعة الأحوال في نقطة مهمة جدا يجب أن نفهمها عندما نتحدث عن مثل هذا الهجوم، القوات الأوكرانية لم تكن تريد الوصول إلى موسكو، أو خلينا نقول حتى إلى كورسك المدينة. الهدف الأساسي هو خلق منطقة عازلة والامتداد، يعني امتداد الطولي ثم الامتداد العرضي. السبب بسيط مهم جدا، هو أنه كل كيلومتر طولي تتقدم به أوكرانيا يعني يسبب كلفة كبيرة من المقاتلين ومن العتاد، ومن ثم يعني أنت عندما تمتد بشكل طولي أنت تحتاج إلى أن تحقق بنية لوجستية تؤمن قواتك، وأنت بحاجة إلى تأمين مضادات طيران و بمعنى أن كل كيلومتر تذهبه أوكرانيا بالعمق الروسي هو مكلف جدا لأوكرانيا عن الكيلومتر الذي قبله. لذلك أنا أعتقد أن القوات الأوكرانية وصلت إلى المرحلة التي هي قريبة من المرحلة القصوى بالامتداد الطولي، وبدأت بالتوسع العرضي عن طريق استهداف الجسور التي هي يفترض أنه تصل من الإمدادات الروسية، وتم تدمير الجسور الثلاثة على نهر السين. ويعني الآن أوكرانيا تسيطر على 1300 كيلومتر مربع من إقليم كورسك، باتجاه الخطوة القادمة هي تطوير هذه المسافة إلى أن تصل إلى حوالي 2000 كيلومتر، لأن 700 كيلومتر التالية هي نفسها تلك المناطق التي كانت تغطيها تلك الجسور التي تم تدميرها على نهر السين. لكن من ناحية ثانية بالتأكيد عامل المفاجأة انتهى. يعني القوات الأوكرانية عندما بدأت بالتقدم أول 4 أو 5 أيام التقدم كان سريع جدا، الآن القوات الروسية بدأت نوعا ما بالتعافي، المعارك لم تعد بالسهولة التي كانت بها، ولا أعتقد أن يعني ال 700 كيلومتر القادمة التي تخطط القوات الأوكرانية لاحتلالها لا أتوقع أن تكون بهذه السهولة، رغم أنه بالفعل هم قطعوا خطوط الإمدادات. يعني هذا يسهل جدا من المهمة، ولكن بالنهاية أنت يعني تحارب أكبر دولة بالعالم، بالتالي لن تكون هذه المهمة هي نزهة.